وخلوني ارحب بضيفي على سكايب الاستاذ الحسن بكير الصحفي الليبي. استاذ حسن، اهلا بك معنا في ايه الحكايه. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة الكريم. اهلا بيك استاذ. ممكن تكلمنا عن مؤتمر النهارده، ايه اللي تم فيه وايه اللي ممكن يقدمه هذا المؤتمر للشعب الليبي؟ نعم، بداية الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. اليوم ليبيا تعود إلى الدبلوماسية الدولية والإقليمية. اليوم الدبلوماسية الليبية متمثلة في معالي وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش استطاعت بنجاح كبير جمع كل هذه الحقائب الوزارية والحضور بها إلى العاصمة طرابلس، التي تقول بعض الأطراف اليوم الحاضرة بأنها مصدرا للإرهاب والجماعات المتطرفة. ثبت العكس اليوم، والاجتماع تم بحضور ووصول كل الوفود الوزارية. ناقش عدة محاور. يهدف الاجتماع سيدتي الكريمة إلى محورين، المحور الأمني والعسكري والمحور الاقتصادي. يركز على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر المقبل، وهذا ما اتفقت عليه كل الأطراف، منها البعثة الأممية في كلمة النائبة اليوم، وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية الليبية، وكل الحاضرين أجمعوا على ضرورة إجراء الانتخابات. كذلك ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. إذن هو تطور جديد في السياسة الليبية، واجتماع ومؤتمر ضخم نجحت فيه ليبيا اليوم بأن تعود للصدارة الدولية في عالم الدبلوماسية. نعم. طب هل بقى قرارات المؤتمر اللي هي المفروض في النهاية هتصب في صالح الشارع الليبي، هل مثلا هيوافق بيها ويقر بيها واحد زي خليفة حفتر؟ نعم، هو الغريب العجيب اليوم أن وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما حضر المؤتمر فور خروجه من طرابلس مباشرة إلى بنغازي ولقائه بالدول المتقاعد خليفة حفتر. هو الوزير الوحيد الذي كان من ضمن 28 وزير وأربع منظمات دولية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وبعض الأمم المتحدة، الوحيد من ذهب مسرعا إلى خليفة حفتر. لم أفهم ما هو دور مصر وما هو الوجه الحقيقي للإدارة المصرية، و من جهة يقول سامح شكري اليوم بأنه يوصل رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومتمنيا الازدهار إلى الورود والعنبر والياسمين، ومن جهة أخرى يذهب إلى اللواء المتقاعد الذي كان سببا في تدمير العاصمة طرابلس وقتل أبناء الليبيين على محاولة الانتحار التي قام بها وتحطمت على جدران العاصمة. وجود شخصية مثل حفتر حاول ان يثبت انني موجود وان لدي مقر واستقبل فيه من استقبل، وكل هذه محاولات هي محاولات بائسه ومحاولات فاشله لن تزيد الموقف الليبي والقضيه الليبيه الا تعقيدا. ويحلم اليوم بان يكون احد الذين يقومون انفسهم بالرئاسه، ولكن مع الاسف كان موقف زياره سلبي جدا. انا عندي مشكله في الصوت استاذ الحسن، يعني انا اخر ثلاث جمل تقريبا انا مش سامعاهم، في مشكله في الصوت. هل تسمعين الي؟ لا، انا عندي مشكله في الصوت، يعني واضح ان في مشكله في الاتصال. لو ممكن تحاول تعيد الاجابه مره تانية من فضلك، لان احنا اخر جزء تقريبا نص الاجابه ما كناش سامعينها بشكل واضح. نعم، أنا أسمعك جيدا الآن، تستمعين إلي بشكل واضح؟ أسمعك الآن بشكل واضح، تفضل. قلت أن هناك استياء شعبي كبير من زيارة الوزير المصري سامح شكري إلى مقر اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي. فما الذي دعاه إلى هذه الزيارة؟ لا ندري، رغم أنه جاء برسالة من رئيسه السيسي تنافي أن تكون ليبيا ساحة للحرب
متمنيا فيها السيسي الازدهار الى ليبيا، وهذا ما تعكسه زيارته الى بنغازي ولقائه باللواء المتقاعد. فما الذي يمثله اللواء المتقاعد حفتر من خلال هذه الزياره، وماذا ارادت الاداره المصريه من وراء زياره شكري الى حفتر؟ الله اعلم. من اهم القرارات المفروض هيكون هيطلع بها المؤتمر هو انسحاب القوات المرتزقه اللي موجوده، ما فيها قوات حفتر، لكن الحقيقه كان حاضر المؤتمر وكان على راس هذا المؤتمر بعض الدول اللي بتمول حفتر بشكل اساسي وبشكل رئيسي، فازاي هي موجوده تكون جزء من الحل وهي جزء من الازمه اللي بتعاني منها ليبيا في الوقت الحالي؟ نعم، ربما أنت تقصدي عدة دول أبرزها على رأسها فرنسا التي دعا وزير خارجيتها جونيف دوغيان إلى مؤتمر مشابه في 12 نوفمبر القادم، وكانت خير داعم لميليشيات حفتر في عدوانها. والإمارات أيضا، والإمارات أيضا من أكثر الداعمين لخليفة حفتر. ومصر وهذه دول نقشت اسمها في ذاكرة الليبيين بشيء من اللا احترام واللا تقدير كحكومات لا تتحدث عن الشعوب، ونحن لن ننسى كل من ساهم في إراقة الدماء الليبية البارئة، ولكن محاولة من على رأس كل هؤلاء الإمارات والسعودية ومصر وغيرها من الدول الأخرى وروسيا، ومن على رأسهم هم فرنسا التي كما قلت لك سيدتي الكريمة تسعى إلى التشويش بمؤتمرها القادم، والتي امتنعت عن المشاركة فيه كل من برلين وروما لما أعزوه بأنه محاولة للتشويش عن مؤتمر طرابلس. هذه الدول أقول لها بأن فاقد الشيء لا يعطيها اليوم ليبيا في وجه جديد، في دبلوماسية جديدة ستكون ردود الفعل قوية جدا بما لا يتماشى مع السلم الاجتماعي وما لا يتماشى مع الأمن والسلم الأهلي والأمن القومي لبلادنا. اليوم ليبيا ليست هي ليبيا امس، طرابلس اليوم ليست هي طرابلس امس، فكما قالت الوزيره المنغوش بان الدبلوماسيه الليبيه تغيرت من اليوم، وستكون لنا مواقف جديه صارمه مع كل من يحاول المساس في السياده الليبيه والتدخل في الشان الليبي ايا كان هذا الطرف او اي كان نوع التدخل عسكري سياسي إعلامي وما إلى ذلك. الانتخابات هل ستقام في موعدها أم ما زال فكرة التأجيل ما زالت واردة؟ الانتخابات هو الشعب الليبي كله يأمل أن تكون الانتخابات، ولكن هناك مشروع من البرلمان المجتمع في طبق رفض من قبل المجلس الأعلى للدولة، هناك صراع بين الأجسام التشريعية، هناك خلاف كبير، هناك غياب لقاعدة دستورية تنبني عليها وتبنى عليها هذه الانتخابات، وهذا ما لم يعني يتضح حتى بالبحث. تصريحات وزير الخارجية الألماني توماس يوم الأمس الأول قال بأنه في حال تجرى الانتخابات في موقع المحدد إن ذلك يعرض شرعية الحكومة إلى خطر كبير وشرعية المجلس الرئاسي. لن نعلم، كل يأمل أن تكون في موعدها، ولكن المباريات على الأرض تقال الحقيقة في أرض أستاذ الحسن البكير، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا الصحفي الليبي، وبعتذر عن أن كان في مشكلة بسيطة في الاتصال في آخر المداخلة، لكن الكلام كان واضح. بشكرك شكرا جزيلا على